بنك آخر، كريدي سويس، هذه المرة ثاني أكبر بنك سويسري بأصول تتجاوز النصف تريليون دولار، أثار اليوم يوم أمس تحديداً الهلع من انهيار جديد في عالم الاقتصاد بعد هبوط أسهم كريدي سويس بنحو 30% وانخفاض سنداته إلى مستويات مقلقة، خاصة أنه أتى بعد أيام فقط من انهيار 3 بنوك. سبب الهلع هو أن البنك له فروع واستثمارات اقتصادية في كل قارات العالم تقريبا بما فيها المنطقة العربية. انهياره يعني انهيار بنوك وشركات أخرى ترتبط به، وكذلك تزايد خطر ركود اقتصادي، بالتالي تخوفات من الاقتراب أكثر من أزمة مالية عالمية على غرار العام 2008. صحيح أن مصرف كريدي سويس هو مصرف كبير لا يمكن أن ينهار بسرعة كما معروف في عالم الاقتصاد، too big to fail، هذا المصرف يصنف هكذا، لكن حسب محللين فإنه من الصعب أيضا إنقاذ المصارف الكبيرة بحجم كريدي سويس إن تعمقت أزمتها. وهناك أزمة. كريدي سويس الذي تأسس في العام 1856 واجه سلسلة من الفضائح خلال السنوات الأخيرة، مثل تهم بغسل الأموال وسوء الإدارة، وخسر كذلك المصرف أموالا في العامين الماضيين، وتلقى تحذيرات بأنه قد لا يجني أرباحا قبل العام 2024، وتعرضت أسهم البنك لضربة شديدة مع انخفاض قيمتها بنحو الثلثين العام الماضي، وذلك جاء نتيجة لسحب العملاء للأموال بما في ذلك 120 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي العام 2022. البنك الأهلي السعودي الذي له حصة كبيرة في البنك وصلت تقريبا إلى نحو 10%، أعلن على لسان رئيس مجلس إدارته عمار الخضيري أنه لا يستطيع زيادة الاستثمار في كريدي سويس لأسباب تنظيمية، وهو ما أدى إلى أن يخسر البنك نحو 30% من قيمة أسهمه، بالتالي تصاعدت المخاوف من حصول انهيار آخر. لتهدئة هذه المخاوف وتفادي الانهيار اتخذ البنك إجراءات استباقية وأعلن اعتزامه اقتراض نحو 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لتعزيز السيولة النقدية. المركزي السويسري قال إنه وافق على تمويل كريدي سويس وإنه على استعداد للتدخل إن لزم الأمر. الإعلان عن ذلك الاقتراض أعاد انتعاش الأسواق الأوروبية المالية نسبيا، والتي ارتفعت اليوم تقريبا بنحو 2% في كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا. كذلك ارتفع سعر سهم كريدي سويس بنحو 40% عن يوم أمس. السؤال الأهم الذي يدور في مخيلة الكثيرين الآن هو ما تأثير انهيار تلك البنوك على الاقتصادات العربية وعلى العالم العربي وما يعيشه المواطن العربي هناك؟ وجهنا هذا السؤال لداود عبد الزاير وهو رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي. بصراحة لا يوجد أي تأثير على المستوى العربي والإقليمي بسبب انهيار المصارف العاملة ومن ضمنها مصرف سيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاقتصادات العربية هي ريعية معتمدة على صادرات النفط ومبيعاتها، وجميع أموالها هي بالفدرالي بنك أو جيمي مورغان، وهذه البنوك الرصينة على مستوى العالم هي لم تتأثر في انخفاض أو انهيار هذه المصارف. من الممكن انعكاسات هذه على أشخاص وأفراد يكونون مساهمين لديهم ودائع في هذه المصارف، ولكن على الحكومات والمستوى الاقتصادي لهذه الدول لم تتأثر، ويتطلب طبعا وقاية من هذه الحالة في المستقبل للاقتصادات العربية.